الفرخه دي جايه من مزارعنا وبتتذبح هنا في المجزر. ايوه يعني هي كانت قبل كده فين؟ في اي مكان؟ طبعا المجزر فيه كذا سيكشن متتاليين. اول مرحله الفراخ بتيجي من المزارع وبتخش منطقه اسمها منطقه الانتظار. منطقه الانتظار يعني بتنتظر. بتنتظر لانها لازم الفرخه يحصل لها ريست، ما ينفعش تيجي من مشوار او من طريق وتبتدي تذبحها على طول. تريح شويه. تريح بالظبط كده. حوالي قد ايه بقى؟ يعني في المتوسط من ساعه لساعتين. كويس، خدت نفس بالظبط كده. اه، عشان الاستريس اللي على الفرخه تبقى هاديه وفي الدب يبقى جوده لحمها تبقى اعلى. هي بتفرق؟ اه طبعا. يعني الفرخه المجهده لحمها بيبقى بالظبط، بيبقى فيه زي انقباض في العضلات، انت بتسمع ان العضلات تنبسط بتاعه الفرخه وتبتدي تحصل لها الريست، فبيفرق في تيست الفرخه كمان. كويس. وبعد الانتظار طبعا بتخش على مرحله الذبح، او بنسميها هنا في المجازر الديرتي اريا، اللي هي بنبتدي ننزل الفراخ على الرصيف، بيبتدي عمليه تعليق للفراخ، بعد كده عمليه الذبح على الشريعه الاسلاميه، وبيحصل عمليه بتسمى عليها. اه طبعا. اه طبعا كلها. اه طبعا لازم تتسمى عليها. هو لازم تسمى على اول الذبح، هي مش ممكن فرخه فرخه، بس اول ما ابتديت لازم تسمي. يعني انت بتسمي في اوله واخره. بالظبط بالظبط كده. وابتدي عمليه الذبح، بعد كده بيحصل عمليه النسل. الفرخه لازم تاخد على الاقل 3 دقائق في عمليه النسل عشان تضمن ان الفرخه صفت الدم تماما من جسمها. بعد كده بتخش في عمليه الصمت. طيب ايه الصمت؟ اللي هي بتخش بدرجه حراره حوالي 55 درجه مئويه عشان نعرف نطلع الريش من على الفرخ. بعد كده بتخش مجموعه الريشات عشان تنزع الريش. بعد كده في منطقه كامله بتتنقل اللي اسمها منطقه نزع الاحشاء. دي بتتم تنظيف. بقى من اول فتح الفرخه لغايه ما نتخلص من الاحشاء الداخليه، لغايه ما نعقم الفرخه. نعمل نعقم الفرخه في اخر المرحله. تتعقم في تعقيم للفرخه. بالظبط. ادام عقمت بنقل على منطقه اسمها الكلين اريا، اللي هي هنا، اللي هي بتبتدي من عمليه التبريد. الاير شيلر ده تبريد. تبريد لازم على درجه قد ايه؟ المفترض ان انا بنزل الفرخه تخش لي الصاله في حدود 4 مئوي. 4 درجات؟ 4 درجات مئويه، لان دي درجه الحراره اللي انا اقدر اتداول فيها الفرخه واحافظ عليها. لان الفراخ مثلا الفريش اوريدي صلاحيتها 5 ايام، فلازم تتحافظ من 0 ل 4. فانا ابتدي عمليه الحفظ من اول تبريد الاير شيلر معايا، واحافظ عليها اثناء التداول هنا في الصاله. دي طبعا اللي احنا فيها دي الكلين اريا، او المنطقه النظيفه اللي هي خلاص الفرخه اتعقمت. بيبتدي عمليه بقى التجزئه، عمليه التعبئه في المنطقه دي. جميل. يعني الفرخه ديت لو قلت لك المواصفه بتاعتها ايه بقى؟ فرخه درجه حرارتها قد ايه؟ دي المفروض تبقى من 0 ل 4. من 0 ل 4. وديت متعقمه. متعقمه ومتبرده. متعقمه ومتبرده الاثنين مع بعض. يعني دي على التعبئه على طول. بالظبط.